السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين نتكلموا يعني على ردود أفعال الجماهير العربية اللي فرحانة واللي مزرورة. احنا من انا كي نقولوا كيما هاك ماناش على الشعب المغربي، كاين بزاف يقول لي راك علاش راك طايح على الشعب المغربي. ما هي طايح الشعب المغربي، اي المغربي هراوي راه يهضر يعاير في القجع ديريكت. ذاك جواد هذاك يعاير في القجع ديريكت وفي المغرب، وفي المغرب ولا بدل العلام تاع الجزائر ويحتفل بالعلام تاع الجزائر. نورمال نورمال، وراه طايح على يعاير في يعاير. الوحيد اللي شتو راه يعاير ديريكت في القجع، الوحيد الوحيد اللي يعاير في القجع نورمال. وين هنايا نروحو لواحد الامور، القطرة التي افاضت الكأس وكشفت لنا الصديق من العدو. عندما استبدلت مدرجات الاقتتال حتى الموت منذ زمن الرومان بالملاعب للتباري بين الخصوم والانديداد والرغبة، كان الهدف من ذلك نقل شحن الغضب والانتقام والرغبة في القتل أو الدفاع عن النفس باللجوء إلى القتل والتنفيس على الحيوانيات في الإنسانية المتوحشة بمحاكمة الصراع والاقتتال والتحارب بين الخصمين أو عدويين لم يعد كذلك. تحولت مختلف أنواع الرياضة الجماعية وعلى رأسها كرة القدم إلى تنفيس عن غضب واستخراج لقوة كامنة في الإنسان المتمثلة في رغبة في الاصطياد والفوز بالطريدة، لكن من دون اللجوء إلى العنف. وبذلك ونحولت الرياضة الجماعية العنف الإنسان بالطبع إلى روح رياضية لا تخلو من تمثيلات القديمة الجديدة الدائمة في الإنسان، قوة وتباري من أجل الفوز، غير أن الفوز صار رمزي وسلمي. وتحولت الرياضة إلى أسلوب لتسمية بالتسامح والتوحيد بين الشعوب والدول والمناطق. ما صار التاريخي من أجل الإنسانية الإنسان الرياضي وتحويله من العنف المتوحش بين أفراد المجموعة القبائلية والعرقية والجهوية المنطقية إلى التباري والتنافس على الألقاب والكؤوس تحت راية بلد الواحد أو الفريق أو نادي واحد. نهاية كأس العربية بقطر التي توج بها الفريق المنتخب الوطني الجزائري الثاني كان لها أكثر من دوي وأكثر من عبرة وعبر. لقب الأول والنجمة الأولى على قمصان أشبال أصغر مدرب وهو مجيد في بوقرة في كأس العربية، وأحد قلة القليلة من المدربين العرب الذين تمكن في أقل من يقولوا في سنة من بناء فريق ثاني ممول مستقبليا للفريق الأول. والروح الرياضية العالية بين الفريق تسمى يعني على الخلفيات بين الدول، والرفع عن راية البلدان المنافسة من طرف الفرق الأخرى. تنظيم قطر دولة فوق العادة وحضور قوي للفرق العربية يعني القوية جعلت المنافسة تبدو عرس عربي يعكس وحدة العربية بين الشعوب، قد تدفع مستقبلا إلى توحيد الصفوف يعني والتسامح يعني عن الخلافات العابرة الظرفية والتفطن إلى الكيد الذي يكاد لنا لكل العرب وكأمة، للتفريق بيننا وضمان هزيمتنا وتفريقنا وتشتيتنا جميعا لتتساوي لهم الأمور. الانقضاء على ما تبقى منا كأمة كان من المفروض أن ترثى تراث آباء والأجداد دينا وخلقا وعلما وعملا ووحدة وتضامن وتضارب المثل في التسامح والأخلاق الإنسانية والتفني في العمل وضمان الأسباب النجاح وقوة الفوز والتغلب على الصعاب. يعني الناس شو كيفاش وين بوقرة جا في سنة خدم لنا فريق محلي كأس الشام، بوقرة جا في ظرف خمس أيام جاب كوب دارة
كأس وحدة الأمة العربية على مستوى الشعوب في انتظار أن تدفع الجزائر فائزة بكأس العرب نحو القمة العربية الموحدة للجميع. لا تقصي أحد إلا من أقصى نفسه أو خمل على ذلك من طرف القوة الباغية المفرقة بين الشعوب العربية والوحدة في بلد المغرب العربي الكبير وشمال إفريقيا وفي بلدان الشرق الأوسط وجنوب القارة السمراء. 22 دولة عربية حتى تلك التي لم تشارك في العرس العربية الرياضية في قطر تبعت هذه الملحمة وهذا التلاحم الذي صنعه العرب بأرجلهم وقلوبهم. لقد تحقق ما يسميه بعض الفلاسفة المعاصرين برغبة الإنسانية في الاعتراف لكي يحقق شبابنا ما عجز عن تحقيقه شباب يعني التحرير. يتألق اليوم الأحفاد لتحقيق حلم الجزائريين في الاعتراف بأننا شعب الانتصارات والخسارة عندنا تردف المستحيل. لعبنا وربحنا وربح العرب ربح إخواننا في تونس فريق عالمي قيمة بمدرب تونسي ربحت قطر ربحت المغرب ربحت مصر فلسطين أردن يعني كل العرب ربح مثلما لعب الفريق المصري ذلك اللعب الشيق وكما لعبت الفريق المغربي الشقيق وباقي الفرق التي خرجت من الرماد كعن يعني وحققت ما لم نكن نتوقعه في هذا الكأس الدولية العربية بامتياز. هذه في انتظار اللقاء القادم على أراضي قطر بعد سنة من اليوم كما تمنى ذلك أمير قطر لفريقنا المنتصر بكأس العرب. احنا المهم وين المنتخب الوطني الجزائري يعني وين هذه الدورة وين حققت الكثير من الإيجابيات خلينا من السلبيات. أنا بزاف ناس قالوا لي على التريكو هذاك ما عطاش المغرب يا جماعة هذاك قطر كان يوم عيد وطني تاعهم شرفوهم وهذاك حاكم السبع يعني كيما شرفوه جا هو فينك شرفهم طاوه هو الوحيد في المجلس اللي عطاوه تريكو تاع قطر بالك شتوه دايره على كتافه هذا مكان اني الناس كوما شاف ما كاش غادي تكبر ما يصرا والو هذاك الانسان المغربي اللي كان يحوس على التفرقه والشحن الجماهير والشحن الاعلام الخبيث من الزرع الفتنة ما بين الأشقاء العرب وأشقاء شمال إفريقيا هذه باش يكون على بالكم هذه كرة مستخلصة من عهد الزمان الرومان ومشي بها شو كيفاش طوروها وداروا لها قوانين داروا لها اللعب النظيف حتى وصلنا للعب النظيف شو كيفاش وعلاش نروحوا حنايا نديروا فتنه ونديروا علاش ما ندوش عبره من عند قطر بلد صغير كل شغل زاويه لمت قال العرب عندها قال العرب متحدين علاش ما نعاودوش نخمو مليح قدامنا نقيسو خطاوينا الا من رفض الانسياغ الا من رفض وكان خبيث ويبحث على تفرقة الشعوب العربية المسلمة الموحدة بلا اله الا الله محمد رسول الله خاطش غدوة ان شاء الله كي نطلعو عند ربي وتولي في المحاسبة ما تولي لا انت يا منين لا انا منين كلنا سكارى عورات ونقارعوا في النبي لنشهدوا به لا اله الا الله محمد رسول الله يشفع فينا هذا مكان حاجه اخرى كاع بريكول اكل والو غريزه الانسان برك هذا مكان هذه الدنيا غريزه الدنيا اللي سيدنا ادم ربي نزلوا عقاب
ربي نزلوا للدنيا هذه عقاب، ربي نزلوا للدنيا هذه عقاب برك. بنت سيدنا نوح قالت له يا أبا، قال لها راه جاي قوم، قال لها راه جاي قوم، قال لها غادي، قال لها غادي يعيشوا 60، الكبير فيهم الكبير يلحق 60 70 80، قال لها قليل اللي يفوت هذيك الحساب. قالت له كون نلحق عليهم، قالت له نفوتها في ركعة تحت ديك الشجرة. قلت له كيفاش؟ إن شاء الله ربي يكون معنا في الصلح، كما يقول لك في الصلح هذا مكان.